تعرفوا معي كيف منعمل عجينة السكر بالبيت بأسهل طريقة وبأقل مواد ممكنة. تابعوني. مرحبا، باتريسيا المر معكم من شوغيرل، والحلقة اليوم في كتير سألوني عنها كيف نقدر نعمل عجينة السكر بالبيت بطريقة سهلة. بكاسة آمنة للمايكروويف أو بكسرول منحط الجلوكوز، منزيد فوقهم المي، ومنزيد فوقهم عصير الليمون، نحنا منقله حامض عنا بلبنان، منحطهم بالمايكروويف لحتى يغلوا، يعني يمكن 20 أو 30 ثانية حسب المايكروويف تبعكم، أو بالكسرول يكونوا غليوا. منجيب ال 450 جرام آيسينج شوغر مش باودر شوغر، ومنزيد فوقهم تايلوز يلي اسمه كمان CMC. منخلط المواد الناشفة مع بعض مزبوط تياخدوا كتير من بعض. بالوقت اللي بيكون غلي المزيج بالمايكروويف أو بالكسرول منزيده فوق البودرة. بدكم تنتبهوا لأنه بيكون غالي، تنتبهوا ما تحرقوا أصابيعكم. وبملعقة خشب، منشتغل بملعقة خشب لأنه أقل شيء الاحتمال أنه يلزق السكر عليها. وما منحط إيدنا بالأول لأنه مثل ما قلنا المزيج بيكون غالي فمنحرق أصابيعنا. منجرب نجمع البودرة نخلطها مع المزيج السائل، وبتبلش العجينة تاخد من بعض. بس نحس انه المزيج اخد من بعض وبلش يصير عنا شكل عجينة، هلأ بدنا نكمل نعملها بإيدنا. منحط شوية سكر ناعم على المجلة او على الطاولة اللي عم نشتغل عليها، ومنشيل قد ما فينا من الجات البقية تبع العجينة تنبلش نعجنها بإيدنا. هيدي العجينة كتير حلو الشغل فيها لأنها متماسكة، ما بتفسخ، ما بتجعلك، وبتعطينا وقت لنشتغل فيها. هيدي العجينة بتنحط 3 أشهر بالبراد، بنقدر نحتفظ فيها وبتكون صالحة للأكل. بس أنا بفضل أني أشتغلها دغري، يعني إذا عندي كيك بعمل له عجينته وبلبسه دغري. وبتقدروا تعملوا منها زهور، والزهور بينشف وبيطلعوا كتير حلوين بالشغل كمان. مثل ما شايفين بعدنا عم بشتغل على العجنة، بلقط كل السكر اللي حواليها وبضلني أعجنها لتاخد من بعض. على فكرة طعمتها كتير طيبة لأنه ما حتطلع حامض، نحنا منقله حامض انتو بتقولوا له ليمون، فالطعمة طيبة كتير، فمنا طعمتها فانيلا، طعمتها حامض. مشان هيك بفضل استعملها طازة لأنه بتكون الطعمة بعدها كلها فيها وكتير طيبة. مثل ما شايفين من بعد ما أخدت كلها من بعض مزبوط، بجيب شوية شورتنينج أو كريسكو بحطهم عليها، ما بكتر لأنه إذا بتكتروا بتصير مثل المارشميلو. الأفضل أنه تحطوا كمية كتير صغيرة، يعني تقريبا ملعقة صغيرة مش أكتر، وبتصيروا كمان ترجعوا تعجنوها مثل ما شايفين. مثل ما شايفين ما أخدت كتير وقت لنعملها، بتقدروا تعملوا منها كمية صغيرة أو كمية كبيرة حسب البروجي تبعكم. مثل ما شايفين انها ما بتمغط كتير لانها منا جام بيست. عجينة الجام بيست هي العجينة المخصصة للزهور يلي بتمغط معنا وبترق معنا، وهذا اللي بيكون بحاجة له. هون رجعت زدت شوية كريسكو على عجينتنا، منحطها بكيس بسكر عليها مزبوط، وهيك بتكون خلصت عجينتنا، خلصت وصفتنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. بشكر حضوركم.